لكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. مشان اشطف ارض ديار، لانه اليوم عنا استقبال لحريم الحاره. اللي وينها امي؟ راحت تشق على سميحه قبل ما يجوا الحريم. ايوه، يعني انتي لحالك هون؟ ايه. وضاح؟ ايه عيون وضاح. هلا بتجي امك. اتركي هالمقشه من ايديك واطلعي ناويني وعي. لك يا الله، هلا بتجي عمتي ما بتلاقيني مخلصه شطوف. عم بقول لك اطلعي، يعني اطلعي. بدي حدا بالحارة يجيب معدلنا بالعاطيل، يعني شو بدهم يقولوا وهو بنت الدويلاتي يا عم تروح وتجي وتخفي على كيفها؟ يا باطل، لك انت متأكد انك شفتها فاتت على بيت عمتي موضح؟ لكن شلون؟ يعني بلا منقودية رايحة على البيت والبيت ما في حدا، بقى شو رايحة تساوي هنيك؟ ما بعرف، ما بعرف،
علي لي الحلال رح بتجنني هالرويدة، لك رح بتطق لي عقلي. الناس بلا للناس يا ابن عمي، يعني مين ما شافها رايحة بده يظن فيها مشكل ملون ولا أنا غلطان؟ لا ابن عمي ما أنا غلطان، لك علي الحلال أنت غيران علي وعلى شرفي وعلى عرضي وعلى كرامتي أكثر مني بخاطرك. طب محجوب يستر على عرضك، هي حربة مكسورة، احكي مع حبر منيحة. منيح؟ لك أنا منيحة، أنا منيح، لك هي ما عاد يزبط معها غير الذبح. ليش هيك عم تساوي؟ لا يا عبدو لا، لا يا ابني لا، ليش هيك؟ فوتي متي على بيتك، فوتي وسكر الباب. تعال معي عمي على المضافة، تعال. عمي الله يوفقك، خليني اخذ اختي وروح. لا تعلق على المضافة. تعال 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 عجبك؟ اسمعي يا مو شو بدي لك. شو يا مو؟ أخوكي صفوان بده يتجوز رويدا. صفوان؟ شيخ هلأ شو فيها إشكال؟ أختك راحت لبيت عمتها بغيابهم وشطت لهم البيت. يا عمي أبلطفي الله يوفقك ويرضى عليك، أختي من بيتنا ما بيصير تطلع من دون إذني. إشكال هيك؟ عبدو أختك ما أجيت لوحدة عندي، أخوك رجدي هو اللي جابها، أنا شفته. لو كان عقيد لو كان، شو هالحكيات؟ اختي ما بصير تفوت على بيت ما في حدا، بدك الناس تجيب معدلنا؟ ابن عمك صفوان هو اللي معبي لك راسك هو؟ لا 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 صفوان ما دخله. لا دخله، انا شفته عم يلاحقهم من بعيد لبعيد. لعنة الله عليه هذا صفوان، طوال عمره ما حضر فتنه وشر. الفتنة تو اشد من القتل يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك انت ليش عم تضرب اختك؟ لك اسكت ولا انا عم قلت لك اسكت. اسكت يا جماعه. وعجاج اول ما عمرك عادي. ربي يعافيك اول ما لطفي في يا رب. كرمال الله سامحيني. لا أخي لا، أنت ما دخلك، ما لك ذنب اللي صار. بلا الحق علي، أنا ما خليتك تقولي لعبده إنه بدك تيجي لهون. لا تقبرني لا، أنت ما لك دخل، هو عبده قلبه معبى علي هو ووفيقة وبيت عمه. طب من شان شو؟ ما بعرف. قومي يا أختي قومي. رويدا شو رأيك نعيش أنا وياكي هون ببيت عمتك؟ هيك وهيك البيت فاضي. لا أخي لا، ما بترك امك واختك تحت رحمه هدول الانجاس. لا اي أيوة والله معك حق. يلا اختي قومي اطلعي البسي ملايتك.
الله يهديك يا صهري على هالعملة. حرام، اتركها تروح عن بيت حماها، شو عليه؟ ما بصير يا مرت عمي، ما بصير. هذا كان بيت حماها وهلا بطل، خلصنا من هالطابوسة، شو أخذها لهنيك؟ اف وبعدين، الله يكون بالعون، انت ناقص رويدة وقصص رويدة. لك آخ يا مرت عمي آخ، الله وكيلك انت فخ قلبي. صهري؟ مريني مرت عمي. شو رأيك تجوزها وتريح حالك؟ ايه ابن عمي، تجوزها لرويدة. يا ريت، هو انا طالع بيني شيء. الحق معك تقبرني، المشكلة انه ارملة، البنات مع مين فوق؟ كيف الارامة؟ قلتك ارملة. صهري، شو رأيك احكي لك مع صفوان؟ بركي ها بركي بيرضى يتجوزها. صفوان؟ ايه، يعني اذا تجوزته بركي بتجيب لها شقة ولا منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي. يا ريت اخي صفوان يقبل يتجوزها. مرت عمي، هلا صفوان هو قال لك انه له خاطر برويدة؟ لا دكتور، هو ما له خاطر لا برويدة ولا بغيرها، بس يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا، شو رايك؟ إيه ليش لا؟ صفوان شاب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معهم؟ ايه مرت عمي احكي معهم. بس والله خايفة. من شو خايفة؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه، ما بدي يصير معه مثل هذيك المرة، ما بدي. لا لا، هاي المرة غير هذيك المرة مرت عمي، هاي المرة أنا الآمر النائب بالموضوع، جي أنا ولي أمرها. أي يعني احكي وقوي قلبي. ايامو احكي احكي أنت مع صفوان، ونحن هون بنقنع على رويدة. أي ولا يهمك، أنا بدي اسمعها من جوزك، هو الرجال، هو صاحب الحل والربط. مرت عمي قلنا لك احكي، انا الامر الناهي. شي وهذا البس المبسبس ما بياكل غير ملبس. بنحاسه عم ما بتاخذ بيضه بدل النحاسه؟ لك شو بدي بالبيضه، من كتر ما عم باكل بيض صار معي تحسس. روح جيب نحاسه وتعال. وينكم اربع نحاسات؟ ها تعتفرج. يا سلام على عجايب هالزمان، هذا البس المبسبس ما بياكل غير ملبس. فاطمة المغربية سيرتها على كل لسان، في الزمان وفي المكان، إنها حلوة وآبية. هاي انت شو عم تبيعها؟ ما عم بيع شي، هذا صندوق العجايب بيورجيكي على شغلات ما شفتيها بعمري، وبيلا بالاختيار صبية وبيخليها تهز وترقص عالصينية. تعتفرج يا سلام على صندوق هذا، تعتفرج يا سلام على عجايب هالزمان. يلا ورجيني ليشوف. هاتي نحاسي. ايه شو علي؟ هاتي تفضل. ايه تعي وقفي هون. وانت يا دب حاشش وكان ما بدك طالع تفرج، روح من حاسة واحدة يخرب بيتها ما في ذوق. يلا تعتفرج يا سلام على عجايب هالزمن. سبت لك ستي سبت. ليش عم تبكي يا ستي؟ حدا ضربك سيب؟ لك عم يوجعك سيب بطولة؟ زوعان طعمي؟ لك شبك ستي شبك؟ بدي اتفرج. ستي بدك تتفرج على صندوق العجايب؟ لا. لك شو ستي؟ بدي اتفرج على البس المبسبس. ايه تعال ستي يلا. وقف هون لإلا خوف، نارينا الحاسي. شو عليك؟ تفضل. يلا خلص ستي تفرج. تعال تفرج يا سلام. وهذا المكتوب بتسلمه لأبي باليد. بصل خيو أبو نمر بصل. بس
سلم لي عليه كثير السلام وقول له وضاح رح يرجع باذن الله ان شاء الله. مش كان معه مصاري زياده؟ خليه يبعث لي قرشين، يعني شوفت عينك العيشه هون بلا مصاري كثير مره. اي والله مره يا ابو نمر. هون ان شاء الله. عموري بس اوعك تنسى العنوان. ها اي والله حفظت العنوان مثل اسمي، الشام الميدان حاره عياش، مو هيك؟ ايوه يا عيني عليك هذا هو. يلا اودعناكم. الله معك. سلم على اهلك. سلام. أهلين أختي. أهلين. أستغفر الله أستغفر الله. أهلين أختي. أهلين. كيفك أخي جواد؟ أهلين أختي. رح أعمل لكم كاسة شاي. يسلموا إيديك. شرفوا على المضافة شرفوا. يا رب يا رب. أهلين أبو جهام. أستغفر الله. الحمد لله الله دحين اسمه وصار بحاله. إي والله الحمد لله. بس كان لازم أخوي يذبحها لعمي. إي نعم. لو دري بعملتك كان ذبحها. سيدي يمونا من سيرتهم أحسن. إي صغار. هو رضيا ما يمر عليه صغير. نحن جايين لعندكم مشان محجوس ياخذكم. قصده اخي ابو دياب يقول انه نحن ناويين نعمل العرس يعني بهالقريب، اذا كان ما عندكم مانع. شو عليه؟ انتم شوفوا الوقت اللي بيناسبكم ونحن ما عندنا مشكله. يا صغيري الله يرضى عليكم، لا تطمعوا فينا، يعني شلبنوها قد ما بتقدروا من قريبه من قريبه. صهري شوفوا شو طلباتكم ونحن جاهزين. نحن ما عندنا طلبات. لا ما حلوه صهري، يعني الحمام والتحلايه الخوشه وخلافه، يعني هاي الامور. لا يا معلم جابر، علي الجيره مدفع برغوت واحد لو وصلت التكاليف لعشر ذهبات، انت ما عليك غير تصلك العروس لباب بيتك. فضلت علينا يا صهر، فضلت علينا، الله يقدرنا انه نرد لك اياها بالايام الجايه. خيركم سابع ابو دياب ولو. تفضل يا شباب يلا خلينا نمشي. وين رايحين؟ ما نتغدى سوا عدو. مدهم يا مدهم. شوفت عينك انا غريب ومقطوع. شو مقطوع ما مقطوع؟ خس الجوع. تعال تفضل فوت. لك فوت لك فوت لك فوت دخيل ربك فوت. الله يخليك فوت. ايه السلام عليكم. وعليكم. شو ليش عم تضحكوا باباتي؟ يا شباب اهي الزلمه ضيفنا اليوم. شو بكم؟ اهلا وسهلا عمي. تفضل عمي تفضل. شو الاسم بالخير بلا صغرة؟ محسوبكن ابو حميد. ابو حميد خدوا شي. ابو حميد خد سرعة بشايفون. يسلموا هالايدين. خد اعمل لك شفطة. شو شفطة ما شفطة باباكي؟ أنا بعمري ما تنتنى. إيه لا بدك تشرب سيدي. عم يقول لك شراب يعني شراب. ما بصير قاعد معنا بدك تشرب معنا. يلا شراب. هيك بدك؟ منشرب ومنشفط كمان. لك زبط زبط زبط. ما عاد يقدر يزبط والله. وين ابو حميد؟ مو عشان خود وجيب. خلص فردوس. إيه لو بكره الصبح بدي اخذك على بردة وبدنا نجيب له معنا سمكات. انا بدي امي واخواتي يروحوا معنا. امك واخواتك؟ ايه تقبرني اختي، والله صار لهم زمان ما طلعوا سيره. بس يا فردوس اذا بدنا ناخذ امك واخواتك بصير بدنا عربايه كبيره. خلص ما عاد بدي. بلى. شو قصدك فردوس؟ ما قصدي شيء. فردوس خلص خلص ناخذ امك واخواتك. ما عاد بدي. الله يوفقك. ما بدي فردوستي. قلت لك ما بدي. ولي ولي. اهلين اخي. اهلين اخي شمروخ. اهلين صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد اخي شمروخ بيقول لك صباح الخير. يقول له الله يصبحه بالخير. وهو قال بيقول لك صباح الفل. ايه ايوه. هاي بهدلني مشانك. روقت عن جد بهدلك مشاني؟ ايه مشانك.
ايه شو قال لي؟ قال لي يا فردوس لا تعندي لجوزك، قال لك بده ياخد اهلك ياخدهم. هو هيك قال لي؟ ايه خلص مثل ما قال لك، باخد اهلك شو عليه؟ بكره الصبح بتروحي انت واهلك. هص 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 امرك باباتي امرك ويا السيرة. ايوه خليك شاطي باباي. باباتي شعلوا لي سيكارة تانية. شو يا؟ شكله الزلمة عجب النغم. غني لكم عتابة. يلا غني. يخو خانون الحبايب واحنا لم خوننا خوننا قال يا لم لمون الحبايب واحنا لم لوننا لوننا قال ان كان غيرنا حلي واحنا اللي مررنا مررنا الله الله يهون عليهم واحنا صبر وحياة الله بتستاهل سيجارة تانية. لك يخليني ياك يا باباتي يا احلى كلمه. هلا ايش كان عم تخافوا بالليل؟ نام هنكون. إذا بدك تنام شام ما نخاف. خلص روح أنت ما نعم نخاف. تربسي الوابور هاي. شو قصده يا ترى؟ معقولة بدها يعني نام بالبيت مشان شو الحكيات؟ الحرمة ما عم تفكر بهيك شي بنو، بس أنا نيتي عاطلة. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. أقصى عليك يا شاعر يا عقيد. بس هي حلا لي وأنا من حقي، والله من حقي. أقصى عليك يا شاعر، بدك تمن الخدمة اللي خدمتها إياها يا عقيد. يا عم شو عليك؟ وين أنا؟ وين أنا؟ هذا مو كرمه يلي شفته بالمنام؟ لك لا هذا حقيقة مو منام. كرمو كرمو كرمو. لك شو بدك؟ شو في؟ شو الوقت هلا؟ لك شو بيعرفني شو الوقت هلا؟ مالك شايفني مقبور نايم العمى؟ شو بدك طوي بالك طوي بالك. هاي الدر الصبح يلا انتفس خلينا نعرف ننام. الله يخزيك يا شيطان. هل عم يأذن الصبح؟ لك هذا عم يأذن الظهر. كل هالمصايب من التتن يلي تزهرمناه. الله يخزيك يا شيطان والله يلعن التتن وساعته يلي روح على حالنا للصنها. لنروح نتسبب كم من حاسة قبل ما تعبت من الدنيا. كرمو كرمو بلتقى عندك شفت خبزة؟ لك لك انت ما بدك تسكت.
ما بينزع عندي شيء يتاكل، انا مجوع بروح باكل ببيت اهلي. وبيت اهلك وين؟ هي هي علينا، قايم لي من صباحية الله جوعان يا زلمة. صباحية الله، قدن ظهر يا غشيم. ويقدن المغرب، أنت بدك تسكت ولا لا؟ خلاص خلاص سكتنا سكتنا، نام اندفى، إن شاء الله نومة أهل الكهف، إن شاء الله بتنام ما بتفيق. ايه يا مو؟ شوفي يا مو حكي مشان صغري جابر. شبه جابر؟ الجماعة بدهم يساووا العرسهم. ايه شو علي يا مو؟ انتم مجهزين لكل شيء لفهمية وخاصية؟ بتقبرني كل شيء من احسنه. ليك يا مو، ايه انا بدي عرس فهمية يكون كله عندي، بدي استقري لأحسن حمى، وانت بتحكي مع الداية ديبي تجيب لنا خوجة مرتبة وشاطرة وتدق على ود منيح. اسلموا ايديك تقبريني. شو ليش واقفة اختي عادي؟ والله وكبرتي يا فهمية ورح تتركينا وتروحي لبيت جوزك. الله يديمك فوق راسنا أخي. الله يهنيكي ويسعدك ويرضى عليكي. يبعت لي حمى يا مو، شو رح تبكي؟ لا يا مو لا، بس أنا فرحان للفهمية. حبيبي البنت آخرتها لبيت جوزها. مزبوط يا مزبوط، بس فهمية وعمار بعد أبي الله يرحمه أنا اللي ربيته وقلبي تعلق فيه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويعمي عنك أولاد الحرام، لك قلبي وربي يرضوا عليك إن شاء الله. هيك الله يطولنا بعمرك ويخلينا ياك يا بركتنا. أنت يا مو، أنت لهلأ ما جاك ولد، شو رأيك تتجوز؟ تتجوز؟ إيه لك أمي، بركي الله برزقك بولاد. لا يا مولا، أنا بحبها العفاف ما رح أتجوز عليها. لك أمي هي بدها إياك تتجوز. هي قالت؟ إيه هي هيك قالت. معناتها عفاف ما لم فكر فيني بلوم. منيح اللي ما لمحت إلا وتحركشتها. شو قلت يا مو؟ تركيلي القصة هلا. ومشان أخوك إمتى بنساوي العرس؟ صحيح ذكرتيني، لازم هالكم يوم أمره عند أبو محمد ونحدد موعد قريب مشان ما تضلي لحالك بعد ما تجوز فيه. الله يرضى عليك. تعال تفرج يا سلام على عجائب هالزمان، تعال تفرج يا سلام على عجائب هالزمان. هذا البس المبسباس ما بياكل غير ملبس. مرحبا عموشي. لك انا ام خدوش، ام خدوش بس اسمي عمسة. لك عاشت الاسامي يا ست راسي يا ست الكل. يعني بلا سئله بلاي عندك شافت خبزه؟ خبزه خبزه حاكم كنت قاعد عند ناس الله لا يشعون خير، لا عشوني ولا فطروني. اتكرم عينك، جوعان عود هون على المصطبة وأنا رح أعمل لك كاشة ساي وأكل كتير طيب على عيني. لك يا عيني عليك يا أم خدوش، يا هيك النسوان يا أم بلا. قرب عمو بدنا نفرجع صندوق. قرب قرب قرب، هاتوا نحاسي هاتوا. قرب قرب وهاتوا نحاسي، يلا كلكم لورا، يلا يلا للعوني. شو؟ خلينا نتسبق. هلا انت بتقعد وبتاكل وبتشبع بطنك قد ما بدك، وبعدين بتروح لهني، ايه لهني، وبتتسبب قد ما بدك. أختي أنا بعرف إنك زعلانة وأخذ على خاطرك، بس ما قدرت أمسك حالي فار دمي. الله يسامحك. من قلبك؟
ايه انا جايبك لاحكي معك بموضوع كتير مهم وبدي اياك تفكري فيه منيح. خير شو في؟ اختي مثل ما بتعرفي انت صرتي حرمه ارمله، والارمله بينجاب معدله بالحكي كتير. ها انا لا تحكي شيء، اسمعيني وبعدين احكي. انا عم قول تتجوزي على سنة الله ورسوله، بلكي الله بيكرمك بخلفة وبيهدى بالك وبيهدى بالنا. اخي انا ما بدي اتجوز. لك يا اختي الله يرضى عليك، اسمعي يا اخي اسمعي، صفوان ابن عمك رايدك على سنة الله ورسوله. لك اخي كرمال الله انا من بعد وضح معي فكر برجال كله. يا اختي وضح الله يرحمه. لك اخي اذا بتقطعني شقف ونتف بتخلط لحمي مع لحمه، لحمي رح يبعد عنه. يعني صفوان خاص ناس؟ لا كل رجال الدنيا. لك يا اختي صفوان ابن عمك رايدك وكان خاطبك وكاتب كتابه عليكي، ولو ما سالك بي كان لازمه بهي سلمى، كان هلا متجوزك وعندك منه اولاد. برحمة روح ابوك تحت التراب. الله يخليك لك اخي لو بقى تجيب لي هالسيرة. شو هالحكي؟ اسمعي لقلك، بدك تتجوزي ورجلك فوق راسك وصفوان ما غيره، رح بتركك يومين بتفكري منيح وبدك تقولي لي ايه، واذا قلتي لا راسك هات شايله من محله. فردوس اوعى تجيبي سيرة المشوار قدام اهلي. لا تقبرني انا ما بحكي، بس الخوف انه صياح يحكي لسته. ايه وشو رايك نخلي صياح نسده؟ لا انا اذا ما اخذ الصياح معي ما بروح. لك يا فردوس والله الولد بيفضحنا. ما تخاف انا رح نبه عليه انه ما يحكي. طيب ماشي الحال، لو روح لاقي لي شي عرباي من بعد امي حضرتي حالك. الله معك. مختار الضيعة؟ ايه والله مختار الضيعة. لكن شو؟ شبك ستي شبك؟ شبك ستي حدا ضربك شي؟ طيب بدك تتفرج على صندوق العجايب؟ لا. لكن شو بدك؟ بدي اكل. قول من الاول بدك تاكل يا ستي، قول تعال تعا تقبرني، تعا كل وعبي بطنك، تعا يلا تعا. لك إن شاء الله ما تبلى ولا تخ. نونو عمو نونو. ها هيك زعلته يا أبو حميد؟ يلا عطي بوسة. بوسة؟ ايه بوسة. حرام اختي هذا صغير. الله يرضى عليك ابو حميد عطي بوسة، لانه اذا ما عطيت بوسة من كثر البكاء بيخسى. يعني لا تاخذيني بهالكلمة، ما لك شايفة وشه قديش وخيم؟ امسحي له يعني حتى اخذ بوسة. عرفان منه يا ابو حميد. يلا ابو حميد كرمال خاطري بوسه. هاي مسحت له وشه. وهي بستو. ايه ابو حميد لا اكمل لك قصتي. كملي يا ست راسي كملي يا ست الكل. هذا يا سيدي المختار بعد كل وجهاء البلد مشان يخطبني من ابن بنتي. من ها؟ لك مو من هذا، اخو سعدو. ايوه وانا ما كنت وافق، وهو يبعث لي وجهاء البلد ويترجوني مشان وافق، وما كنت وافق وبعدين وافقت. ايه وبعد ما وافقت اتجوزه بثلاث ايام حط راسه ومات. لا لا والله ما له حق. نونو عمو نونو. خلاص شبانا غلطنا ومنك السماوة، هات بوتي. بشو ما له حق يا ابو حميد؟ يعني قصدي ما له حق يموت قبل ما يتجوز. قبل ما يتجوز صعبت الوش الحسن، سبحان الذي خلقه. لك ليش هو بإيده يموت ولا ما يموت؟ يا حصرة قلبي عليه بس. يلا يرحم روحه. بس بدك تقلي الحقيقة يا أبو حميد، هلأ أنا أحلى ولا اللي فاجئتني إياها مبارح أحلى مني؟ يعني قصدك فاطمة المغربية؟ إيه. أعوذ بالله أعوذ بالله، لك شو جاب لجاب؟ حشات الذكر حشات الذكر، الفرق بينك وبينها مثل الفرق بين الغزال والأرض.
السلام. السلام عليكم. أهلي العقيد. أهلي أبو زيدي. إيدك على بشارة. بشارة شو؟ بشارة بتسوى ذهب أحمر. أبو وضاح رجع الحارة؟ لا والله، بس في واحد بده يرجع الحارة اسمه أبو وضاح. مين لك؟ أبو خيرو. لك الحارة؟ الله وكيلك ما بزل عليه. وأنت شو عرفك؟ يا سيدي، أبو خيرو ما قطع عني المكاتيب من يوم اللي سافر. شو قال لك يا؟ نعم لك، الرجل شهم وأصيل ومن خيرة الناس. يا سيدي والنعم منك ومنه. معناها أخبار الحارة ما انقطعت عنه أول بوّة. نعم يا سيدي، بتستاهل على هالبشارة، حلوان مدلّة. لك يا عمي ما بدي غير سلامتك، يعني ما قضيت فرحتي لحلا برجعته. فوت نشرب لنا كاسة شاي. فوت. اي والله بدك كاسة شاي وأرجيلة كمان. تفضل. زيار. ها يمكن أجو أهلي. يا اما مثل معال عمك بيكونوا جايين ولسه ما وصلوا، يا اما عم يغيروا جو بشي قرنه. ان شاء الله بس نروح على الشام بنلاقيهم هنيك. يا ترى سعاد بتكون دريت اني تجوزت عفاف؟ شو بتكون قالت عني؟ قليل اصل. بس والله انا حبيتها من كل قلبي. بس عفاف نستني اياها. بعت لحمة جواتك مو هيك؟ بسيطة بسيطة. اللحمة قاسية، هلكتني لحتى استوي. الله يسلمك. وينهم كان؟ حطيت لهم جوا بالغرفة لحالهم. كم مرة قلت لك إني ما بتهنى بالأكل بدون الأولاد؟ أنت بتنام بعد الغداء، والأولاد بيهلكونا من النق. بس اليوم ما رحنا. ليش تقبرني؟ بدي أروح لعند مشاهير. خليها تاخذ اخواتي وتروح على بيت ابو خير ويعزلوه وينظفوه، بجوز الجماعه بهالكم يوم يجوا، ما حلو يأمنوا فينا. ايوه. شوفي عفاف في شيء؟ لا ما فيني شيء. وإذا بدك أنا بروح بساعدهم كمان. شو عليه فكرة؟ إيه روحي معهم. خير يا عمو. أهلين وسهلين يا عمو. عود لشوف في شي؟ لا ما في شي يا عمو، بس عاوز شوية مصاري. مصاري؟ ليش العقيد أبو فهد ما عم يعطيك كره؟ بلا يا عمو بلا، عم يعطيني. مو هيك القصة، أنا شايف قطعة أرضه عاجبتني بصراحة، وقلت لحالي يعني بشتريها وبدفع قسوتها وبعد سنة سنتين ببيعها وبربح لي فيها شوية مصاري. والله يا ابني أنا ما عندي غير هالشوية المصريات يلي ضابطتهم مشان روح فيهم سنة جاي على الحج إذا الله عطاني عمر. خلص يا مو بلاها. إلي يا مو أنت قديش بدك؟ قد ما بتحزني تعطيني أعطيني. رح أعطيك ذهبتين، شو رأيك؟ إيه مناح يا مو مناح. إيه روح، إلهي يوفقك ويفتحها بوشك قادر يا كريم. طيب خلينا نقول لرشدي. الله يسرك أختي لتجيبي السيرة لرشدي. ليش أختي؟ لك أختي بكرة بيعلق هو وأخوكي من تحت راسي. طيب والحل؟ يعني رح توافقي تتجوزيه لصفوان؟ ما فشر، بموت حالي ولا بتجوزه. بعيد الشر عنك، إن شاء الله هو ولا أنتي. أنا من بعد وضاح تحرم علي رجال الدنيا كلها. يا الله يا أختي، قديش بتحبي لوضاح؟ أنا وعيت على الدنيا هيك، هو بيحبني وأنا بحب. بس اللي حاسس بقلبي اني ظلمته قبل ما يروح على اخت عسكر، عشان نبيها الله يرحمها. صحيح اختي، شو قصة نبيها؟ الله يرحمها، مظلومة نبيها. لك امي هي بدها اياك تتجوز. هي قالت؟ ايه هي هيك قالت. معناتها عفاف ما لم فكر فيني بنو. منيح اللي ما لمحت الا وتعركشتها. ايه شو عليه؟ بدي
بدي روح لعند مشاهير، خليها تاخذ اخواتي وتروح على بيت ابو خير ويعزلوه وينظفوه، جوز الجماعه بهالكم يوم يجوا، ما حلو يأمنوا فينا. لكان هلا بيكون شارد وعم بفكر فيها وبده ينظف لهم البيت كمان، ما بيكفي رح تاخده مني. ليش هو امتى كان الي؟ قال بدها تجوزني، قال على اساس حدا عتبان عليها. عاوز شيء؟ لا اسلم. يلا بخاطرك. شو شباب؟ ما في تتل اليوم؟ شو بكون؟ حكيت شي ضحك؟ ليش عم تضحكوا؟ والله يا ابو حميد اليوم مقطوعين من التتل. ايه ما تروحوا على الدكان وتجيبوا؟ ما معنا مصاري؟ ايوه هات لك كم برغوث انا بروح بجيب. يعني ابو حميد خود وجيب. بلاها سيدو بلاها، حاكم انا تعبان وبدي نام بكير، شنو امبارح طولنا بالسهره، الله وكيلكم راسي عم يجعني. ايه يلا لكان حط راسك ونام. وانت قلتها ابو حميد؟ ايه اليوم شفتك انت ام خدوج ومحتفله فيك وحاطط لك الصفره على المصطبه، شو القصه باباتي؟ الله جمع وفى. شو قصدك باباتي؟ يعني هو قصده بلكي الله بيكتب نصيبك عليها. ايه والله ليش لا؟ ام خدوج زنقيله ابو حميد، زنقيله كثير. ايه والله يا ابو حميد زنقيله. ام خدوج؟ لك ايه ام خدوج؟ بتصدق ان ام خدوج بتملك نص اراض الضيعه؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. ايه لا شو هالحكي؟ حشات الذكر اذا بنام انا وياه بوضه وحده لفز من اربعتي من الخوف. تصبحوا على خير. شغله مريه شغله. نعم نعم. ايه وعم يشكر كمان. لا عمى مبين عليك اختي ما بيطلع لي النقله هان. هلا هي ارمله ولا مطلقه؟ يا جماعه الحاله ولا مختار ما بتنترك. ايه والله. ولازم كمان نعين عضو بدل ابو عبدو. ايوه هلا اذا واحد فيكم بشوف حاله قد المختاره بيحكي، لانكم انتم عضوات الحاله ومن باب اولى مختار كل واحد بيناتكم. طالما قضيت فيه ماله خاطر بالمختاره الا اذا غيرت رايك. لا والله شكلي مغير. شيخي خلينا نأجل هالموضوع كم يوم لبين ما يرجع هاشم أفندي أبو خير، بركي بيستلم المخترة أو بيصير عضو بدل أبو عبدو. يحرز إيدك، شلون ما أجى ببالي هاشم أفندي؟ خلص عمي، معناته منأجل الموضوع ليجي أبو خيره. وبتصيروا تلعبوا أنتوا ورويدة وبتعلمنا لعبات جديدة؟ لكان وبتصير تحكي لنا حكايات، مو هيك يا عمو؟ طبعاً بتحكي لكم حكايات وتجيب لكم بوبو صغير وتصيروا بتلعبوا. لا 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 بدنا اثنين، واحد إلي واحد لذكية. مو مشان شي مشان ما نتخانق. تكرم عينك خلص، بس تجي بقول لها تجيب اثنين. بس بدرية قالت لي بس اتجوز رح أجيب بوبو، ليش لهلا ما إجاني بوبو؟ لك شو بدك بهالشغلة؟ انتي اذا بدك تجيبي بوبو لازم تحبلي، واذا حبلتي لازم تولدي، والولاده صعبه صعبه كثير. يا مو انتي عم تكذبي عليها مو هيك؟ فرشي شلون يعني؟ لك يا جدة يعني بشقولك بطنك بالسكين وبصير هالدم ينفر نفر، بعدين بيطلعوا البوبو، بس بجوز تموتي وتروحي فيها، بس عادي يعني. لا ايوه بعد شر عني بعد شر عني، شو بدي بهالشغله؟ ها شفتي نحن خايفين عليكي، مشان هيك مين ما سألك ليش صفوان تجوز رويدة بتقولي لهم أنا ضليت زن عليه ضليت زن عليه لحتى تجوز. إيه بس خالي سالم ما بقول له هيك. كل القصة مشان خالك سالم. وليش يا بعدي ما بدك تقولي له؟ مشان ما يفكر إنه صفوان تجوز لأنه زعلان مني، مو الزلمة لما بزعل من مرته بتجوز وحدة تانية؟ لا تقدرين لا تخافي، ما رح يفكر هيك، أنت قولي له مثل ما علمتك وما عليكي منه.